بين يوم مضى وآخر يبدأ هذا حصاد أحداث 24 ساعة من التلفزيون المصري، والبداية بالعناوين. الأعلى للهيئات القضائية برئاسة السيسي يقرر بدء عمل المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة اعتبارا من بداية أكتوبر. البرلمان العربي يمنح الرئيس السيسي وسام القائد، أرفع وسام يقدمه لملوك ورؤساء الدول. الحكومة تشدد على تطبيق إجراءات مواجهة كورونا بكل حسم، وتوافق على قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء. إلى تفاصيل الأحداث. تلقى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، تناول الاتصال التباحث حول تطورات القضية الفلسطينية في أعقاب الأحداث الأخيرة، حيث أعرب رئيس المجلس الأوروبي عن خالص تقدير الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية الناجحة بقيادة الرئيس السيسي، والتي نتج عنها وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدا حرصه على تكثيف التشاور وتبادل الرؤى مع السيد الرئيس بهذا الخصوص. وقد أكد الرئيس السيسي في هذا السياق ضرورة العمل بشكل فوري لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مستعرضا الجهود المصرية المستمرة في هذا الإطار على مختلف الجبهات لتثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بالتوازي مع التنسيق مع المجتمع الدولي لإطلاق عملية إعادة أعمار غزة تأسيسا على المبادرة المصرية في هذا الإطار. كما تم تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق حول أهمية استمرار التنسيق الثنائي بين الجانبين في هذا الإطار، وذلك بهدف دعم المرحلة الانتقالية الحالية في ليبيا وصولا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود في شهر ديسمبر المقبل، بما يساعد على استعادة أركان الدولة ومؤسساتها الوطنية وخروج المرتزقة والميليشيات الأجنبية المسلحة خارج الأراضي الليبية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن صون الأمن القومي العربي أساس للحفاظ على حقوق الإنسان، وأن المساس بالدول الوطنية يؤدي للتفكك والدمار وانتهاك الحقوق الأساسية للشعوب. جاء ذلك خلال استقبال سيادته للسيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، الذي منح الرئيس السيسي وسام القائد، وهو أرفع وسام يقدمه البرلمان لملوك ورؤساء الدول، وذلك تقديرا لجهود سيادته الحثيثة التي انعكست على تحركات مصر في خدمة جميع قضايا الأمة العربية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي وعضو مجلس النواب البحريني، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والسيد سامح شكري وزير الخارجية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد منح السيد الرئيس وسام القائد، الذي يعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للسادة ملوك ورؤساء الدول. يشرفني أن أتقدم إلى مقام فخامتكم الكريم باسمي وباسم أعضاء البرلمان العربي بأسماءات الشكر والتقدير لتقديم وسام القائد إلى فخامتكم، عرفانا من البرلمان العربي بدوركم الرائد في الدفاع عن القضايا العربية وجهودكم المقدرة ومواقفكم المشرفة والمشهود لها في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية. إن البرلمان العربي بهذا الوسام الذي نتشرف اليوم بتقديمه إلى فخامتكم ليبعث برسالة شكر وتقدير إلى فخامتكم، فقد كنتم خير داعم للأمن القومي العربي في أحلك الظروف التي مرت بها الأمة العربية على مدار السنوات الماضية. لذلك لم يكن مفاجأة لنا وللعالم المواقف العروبية المشرفة والتحركات الجادة والسريعة التي قمتم بها فخامتكم لنصرة الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة العدوان الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن تقديم الدعم الصحي والإنساني والمساهمة الفاعلة في إعادة أعمار الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال،
وكذلك رعاية فخامتكم الكريمة لملف المصالحة الفلسطينية بهدف توحيد كلمة الأشقاء الفلسطينيين، وهو ما يجسد الدور الريادي والسباق لجمهورية مصر العربية في دعم القضية الفلسطينية. وهذا ما اتضح أيضا في ملف الأزمة الليبية الذي حظى بدعمكم وتواجدكم على الساحتين العربية والدولية لحل أزمة الأشقاء الليبيين ودعمهم في إعادة بناء دولتهم بعيدا عن التدخلات الخارجية. وتوفيق من الله تعالى وبجهود مخلصة ودؤوبة لم تتوانوا عنها لحظة واحدة، ربحتم فخامة الرئيس جميع هذه الرهانات داخليا وخارجيا، وأثبتت تطورات وتلاحق الأحداث العالم أجمع رجاحة مواقفكم النبيلة والشريفة وصدق إخلاصكم وتفانيكم في العمل، وقد دعمكم وساندكم في ذلك شعب عريق لا يعرف معنى للتراجع والاستسلام، ولقبكم عن جدارة واستحقاق بصانع النهضة المصرية الحديثة. فخامة الرئيس، إن الدعم الكبير الذي تقدمونه فخامتكم للبرلمان العربي على كافة المستويات يمثل قوة دفع كبيرة لمنظومة العمل العربي المشترك، ويعزز من دور البرلمان العربي كشريك فاعل في خدمة المصالح العليا للأمة العربية وتوثيق الروابط بين الشعب العربي الكبير. لذلك فإن تواجدنا هنا اليوم ليس فقط تكريما لشخص فخامتكم بقد ما هو تشريف للبرلمان العربي. ختاما أسأل الله عز وجل أن يمن على مقام فخامتكم الكريم بموفور الصحة وتمام العافية لمواصلة دوركم الوطني والقومي الهام لخدمة الأمة العربية، وأن ينعم على جمهورية مصر العربية وأمتنا العربية بالأمن والأمان والتقدم والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمح لي ان انا يعني اقول لك بدايه يطيب لي ان ارحب بكم وبالوفد المرافق لي من البرلمان العربي، واسمح لي ان انا اوجه كل تقدير واحترام ومحبه للبرلمان العربي بكل اعضائه، واثمن غاليا وعاليا هذه اللفته الكريمه الرائعه، واللي اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان انا اكون اهل لهذا الاستحقاق. وعايز اقول ان احنا مقدرين البرلمان العربي في اطار ان هو يعكس اراده البرلمانات العربيه كلها بالكامل، وبالتالي كمان دعمنا الكامل للبرلمان والدور الكبير في العمل العربي المشترك. انا برحب بيكم وبشكركم وارجو ابلاغ تقديري واحترامي لكل الأشقاء في أعضاء البرلمان. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري خرج بها اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قرر المجلس بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل، واعتبار هذا اليوم من كل عام يوما للقضاء المصري. وخلال اجتماع آخر مع المستشار عمر مروان وزير العدل لمتابعة جهود تطوير منظومة التقاضي، وجه الرئيس السيسي بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي. عقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماعا برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبد الله شوضة رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حماد الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسى الأمين العام للمجلس. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق، وهي بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من 11/2021، اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصري، توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة، القضاء، مجلس الدولة، النيابة الإدارية
قضايا الدولة. عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خارجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خارجي دفعة عام 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة. عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة عدا وزارة العدل، مع وضع سقف زمني لمدة الندب. الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها. أوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس حرص منذ سنوات على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية والنهوض بالشأن القضائي، وستساهم هذه القرارات في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضاً المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة. كما ستوسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين، كما أن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل. الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية. وقد استعرض السيد وزير العدل في هذا الإطار أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي، سواء من حيث رفع كفاءة مقر وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، فضلا عن الاطلاع على تجربة إنشاء محكمة شمال دمنهور الابتدائية بنظام المباني سابقة التجهيز، أو من ناحية تطوير الجانب التقني، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي. كما عرض المستشار عمر مروان مستجدات تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز تطبيق الربط الإلكتروني للمحاكم على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، وبما يتواكب كذلك مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الجمهورية. كما وجه السيد الرئيس الشكر للسادة القضاة وموظفي إدارة تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة، وذلك لجهودهم في ضبط إحدى القضايا الهامة التي سيعلن عن تفاصيلها بعد الانتهاء من كافة الإجراءات. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المضي قدما وبمنتهى الحزم في تطبيق قرارات مواجهة فيروس كورونا، مشددا على ضرورة تطبيق الغرامات وقرارات الغلق المقررة في حق المحال والمراكز التجارية المخالفة. وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، أكد مدبولي أن الدولة تستهدف تطعيم 40% من المواطنين بلقاح كورونا في نهاية العام. وحول إجراءات التصالح في مخالفات البناء، أكد مدبولي أن القرار الذي تم اتخاذه أمس يتضمن الاعتداد بما قدمه المواطنون في تقدير المخالفات بطلبات التصالح، كما شدد على أنه لن يسمح بالبناء على الأراضي الزراعية مرة أخرى. قرارات مهمة اتخذتها الحكومة وأعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ففيما يتعلق بالتصالح على مخالفات البناء، وافق مجلس الوزراء على الاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما قدمه المواطنون لاستكمال توصيل المرافق لهم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، بحيث لا يسري ذلك على من قام بالبناء على أراضي أملاك الدولة. الدولة هتثق وبتثق فيما قدمه المواطن، ولكن من حقنا كدولة، وده القرار اللي خدناه في خلال 3 سنوات القادمة،
اللي هي المدة اللي المفروض ان هو بيسدد فيها الاقساط طبقا لقانون التصالح. هننزل لجان، تنزل لجان يعني هنقول عليها تلجان تلقائية او عشوائية تتأكد من الحالات اللي موجودة على الارض. لو ثبت ان هناك يعني انا اسف اقول يعني عدم صحة للبيانات اللي تم تقديمها وعدم امانة اللي حصلت، الدولة من حقها انها ترجع بكل الاجراءات القانونية والخطوات القانونية على المواطن عشان تستأدي حقها في هذا الكلام. أما بالنسبة للمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، فأكد الدكتور مدبولي التركيز على قطاعات الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات دون أن يتحمل المواطن أي فاتورة لهذه الإصلاحات. أنا بأكد كل دي إجراءات الدولة هي اللي هتقوم بيها، المواطن ملوش دعوة ولا هناك أي فاتورة هيتحملها المواطن المصري في هذه الإصلاحات. بالعكس أنا بتكلم على تيسير إجراءات، إصلاحات تشريعية، تغيير في المنظومة الإدارية اللي بتشتغل عليها، بعض الإعفاءات والتسهيلات اللي احنا هنقوم بيها لهذه القطاعات عشان نساعدها انها تنمو في هذا الموضوع. كل هدفنا ان احنا ازاي نضاعف حجم الصادرات المصرية، لان ده كله معناها فرص عمل ومعناها حجم من الصادرات والعملة الصعبة اللي بتدخل للاقتصاد المصري. التشديد على ضرورة الالتزام الكامل باتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا أكد عليه الدكتور مصطفى مدبولي. صحيح ان احنا رجعنا مرة اخرى للتوقيتات المعتادة، ولكن في نفس الوقت شددنا ان اي مخالفة هتكون بيتم معها الغلق الفوري للمنشأة، وهتبقى المدة لا تقل عن اسبوعين، وهتتم مضاعفتها في حال تكرار المخالفة. رئيس مجلس الوزراء أيضا أشار إلى الإشادة الدولية بأداء الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الربع الثالث من العام المالي زاد بنسبة بلغت 2.9%. التصالح على مخالفات البناء وانطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا محاور رئيسية شملها المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء، عكس خلالها حرص الدولة على التيسير على المواطنين ودعم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية وسلامة المصريين. من مقر مجلس الوزراء، إيمان توني، التلفزيون المصري. استعرض رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة، حيث تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمنظومة التحول الرقمي في المجالات المختلفة وملف انتقال العمل إلى العاصمة الإدارية الجديدة. كما تطرق الاجتماع إلى التطبيقات الإلكترونية لمنظومة التأمين الصحي الشامل وملف الرقم القومي للعقارات، وكذلك بحث اتخاذ مجموعة من التدابير لتحسين جودة بيانات منظومة إدارة أملاك الدولة، والموقف التنفيذي لمنظومة الامتحانات الرقمية في القطاع الطبي، وآخر مستجدات مشروع بناة مصر الرقمية. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي دور القطاع الخاص كشريك مهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تستهدف الدولة إقامتها خلال هذه المرحلة، لافتا إلى الدعم الحكومي الكامل لهذا الدور الحيوي دفعا لحركة التنمية في مختلف القطاعات. جاء ذلك خلال رئاسة اجتماع اللجنة العليا لشؤون المشاركة في القطاع الخاص مع القطاع الخاص، حيث تمت الموافقة على طرح عدد من المشروعات المقترح إقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، من بينها مشروع إنشاء الميناء الجاف والمركز اللوجستي بالعاشر من رمضان. ويستهدف المشروعان تقليل التكدس في الموانئ البحرية وتطبيق الإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخلص الجمركي، والعمل على خفض التكلفة الكلية للبضائع ومكونات الإنتاج، مما يخفض تكلفة الإنتاج ويزيد من تنافسية المنتج المحلي، فضلا عن حماية الشبكة القومية للطرق من الأحمال الزائدة وخلق فرص عمل جديدة للشباب. متواصلون معكم من التلفزيون المصري ونتابع. الرئاسة اللبنانية وتيار المستقبل يتبادلان الاتهامات بتعطيل تشكيل الحكومة للشهر السابع على التوالي. فلسطين تطالب مجلس الأمن والجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتهما تجاه جريمة الاستيطان.
تبادلت رئاسة الجمهورية اللبنانية وتيار المستقبل بزعامة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري الاتهامات بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، حيث اتهمت الرئاسة في بيان لها الحريري بالإصرار على تشكيل حكومة غير متوازنة ومحاولة الاستيلاء على الصلاحيات الرئاسية، في حين اعتبر تيار المستقبل أن رئاسة الجمهورية أصبحت أسيرة طموحات الشخصية للنائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر. يأتي ذلك في وقت تتفاقم فيه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. أدانت الخارجية الفلسطينية التصعيد الاستيطانية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مطالبة بوقف الاستيطان والتهجير القسري للفلسطينيين باعتبارهم جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي. الإدانات الفلسطينية جاءت ردا على مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلية ممارساتها التعسفية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة واعتقال العشرات وبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة في إطار سياسة التهويد والتهجير القسري للمقدسيين. نتابع. إدانة للتصعيد الاستيطاني الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، طالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والجهات الراعية للعملية السلمية وخاصة الولايات المتحدة بالقيام بدورها في هذا الصدد ووقف الممارسات التعسفية الإسرائيلية التي تشكل خطرا متزايدا على مساعي السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. كما طالبت فلسطين مجلس الأمن الدولي والجنائية الدولية بتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وتحمل مسؤوليتهما تجاه ما وصفته بجريمة الاستيطان وتهويد القدس. وأدانت الخارجية الفلسطينية قرار سلطات الاحتلال بوضع حجر الأساس لبناء 350 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بيوت إيل. وعلى صعيد آخر، انتخب الكنيسة الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ رئيسا جديدا للكيان الإسرائيلي خلفا لرأوفين ريفلين، وحصل هيرتسوغ على 87 صوتا من أصوات أعضاء الكنيسة البالغ عددهم 120 عضوا. ومن المقرر أن يتولى هيرتسوغ مهام منصبه بدءا من 9 من يوليو المقبل، وتمتد ولايته لمدة 7 سنوات. وبهدف إزاحة رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو عن منصبه بعد 12 عاما، يواصل معارضوه محادثاتهم الأخيرة لتشكيل تحالف التغيير. هذه المحادثات تعاقبت مع إعلان يائير لابيد رئيس حزب يوجد مستقبل عن قرب التوصل إلى تشكيلة حكومية جديدة تنهي حكم نتنياهو الذي شغل أطول فترة رئاسة وزراء في تاريخ بلاده، بينما قللت مصادر مطلعة من جدية لابيد في هذه التصريحات، مؤكدا أن المحادثات التي جرت طوال يوم الأربعاء عالقة ولن يتم خلالها الحصول على الأغلبية اللازمة للتشكيل المرتقب. Российская Федерация выдвинула конкретные предложения по поддержанию жизнеспособности договора и противно с государством. Muy buenas tardes. والآن جاء موعدنا مع جولة في الصحف المحلية صادرة صباح اليوم الخميس. والبداية من جريدة الجمهورية. مصر تنمو رغم أنف كورونا.
أكد خبراء الاقتصاد أن مصر من الدول القليلة التي استطاعت تحقيق معدل نمو إيجابي يصل إلى 3.6% بسبب إجراءات الحكومة الجريئة، منها تقليل سعر الفائدة وصرف إعانة البطالة وفتح مشروعات عملاقة جذبت رؤوس أموال عربية وأجنبية وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير لقاح كورونا. نتحول إلى الأهرام. وزير النقل يستقبل السفير الألمانية بالقاهرة لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات السكة الحديد ومترو الأنفاق والجر الكهربائي. وإلى أخبار اليوم، وزيرة التضامن ومحافظ دمياط يفتتحان معرض ديارنا للآثاث والمفروشات. وفي جريدة اليوم السابع، متحدث الزراعة: مشروع الدلتا الجديد يضيف 15% من إجمالي الرقعة الزراعية، وهذا يزيد من فرص العمل وزيادة الدخل من القطاع الزراعي. في اليوم السابع، بأمر القانون زيادة المعاشات سنويا في 30 يونيو بحد أقصى قدره 15%. القابضة للصناعات الغذائية تؤكد أن شركات الزيوت تضخ 3000 طن يوميا لصرفها على بطاقات الدعم، والمالية تعلن توفير أكثر من 600 مليار جنيه لمشروع تطوير الريف المصري خلال مدة من 3 إلى 4 سنوات. ومنظمة العمل الدولية تقول إن جائحة كورونا أغرقت 100 مليون عامل إضافي في الفقر. المزيد من الأخبار الاقتصادية في التقرير التالي. باعتبار الزيوت واحدة من أهم السلع الأساسية والاستراتيجية، أكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين أن شركات الزيوت التابعة لها تضخ يوميا أكثر من 3000 طن من الزيوت لصرفها على بطاقات الدعم، مؤكدين على تواجد أرصدة كافية من سلعة الزيت، سواء المادة الخام أو الزيوت المعبأة التامة الصنع. أكد وزير المالية محمد معيط أنه سيتم توفير أكثر من 600 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري خلال 3 إلى 4 سنوات مقبلة، وأشار إلى تخصيص 75 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمشروعات حياة كريمة بالقرى. ناقش وزير النقل كامل الوزير مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المشروعات المشتركة الجارية تنفيذها والتعاون المستقبلي. وركز الاجتماع على مشروعات تطوير قطار أبو قير وتحويله إلى مترو، وإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، والموقف التنفيذي لمشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف، وتنفيذ وصلة سكك حديدية تربطه مع ميناء الإسكندرية البحري، فضلا عن موقف مشروع الميناء الجاف بالعاشر من رمضان. واستعرض الاجتماع كذلك مستجدات مشروع توريد 100 جرار جديد للسكة الحديد بقيمة 290 مليون يورو، وتم تأكيد أن المشروع في مرحلة تقييم العروض الفنية والمالية. ذكرت منظمة العمل الدولية أن جائحة كورونا أغرقت 100 مليون عامل إضافي في الفقر بسبب التراجع الكبير في ساعات العمل وغياب فرص العمل الجيدة. وتوقعت المنظمة أن يظل ما لا يقل عن 220 مليون شخص عاطلين عن العمل على مستوى العالم خلال العام الحالي، ورجحت أن يهبط هذا العدد إلى 203 ملايين شخص العام المقبل. وأضافت المنظمة أن النساء والشبان والملياري شخص العاملين في قطاعات غير رسمية هم الأكثر تضرراً. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الخميس طقسا معتدلا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، حارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا. أما ليلا فالطقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وهو معتدل جنوبا، وفيما يلي بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن الجمهورية.
وصلنا معكم مشاهدينا لنهاية أحداث الليلة، نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.